مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته ولنا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز نبحثها مع المسؤولين لنستمع منهم إلى ردود بشأنها تجولنا في تعز مستمر وهذه المرة سنتعرف على الطبيعة في الريف وما تزخر به كما سنتوقف وإياكم على قصص لأصحابها بصمات في التدبير المنزلي بهدف تحقيق حياة كريمة للأسرة فأهلا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة مطالبات بضبط آلية تحصيل الضرائب بتعز والسبأ عملنا قانوني وليس لنا علاقة بما يتم جبايته خارج الاختصاص. في وادي عرفات بالحجرية حمام للمياه الكبريتية الساخنة يجتذب الزوار من مناطق عدة. بشرى فرحان ربة منزل تعمل في صناعة وبيع الصابون لإعالة أسرة من 7 أفراد. مرحبا بكم من جديد في المستهل وقفة سريعة مع رصد موجز لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز في أسبوع. أوصت ندوة علمية بضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية في محافظة تعز وأكد المشاركون في الندوة التي حضرها مسؤولون في التربية ونقابة المعلمين على أهمية دور المتميزين من المعلمين والطلاب في النهوض بالتعليم ولما من شأنه خدمة التعليم والرقي بالمجتمع. مشاهدينا بين جهل البعض بمشروعية وقانونية الضريبة العامة وبين تصرفات وممارسات بعض المكلفين بالتحصيل الضريبي تعود إلى الواجهة في تعز قضية آلية التحصيل في ظل تزايد شكاوى باعة وأصحاب محلات وتجار من تعرضهم للابتزاز على يد نافذين وأشخاص تحت ذريعة التحصيل الضرائب. كعادته وفي الصباح الباكر يتوجه باسم هاشم إلى عمله بحي الأجينات وسط مدينة تعز. باسم الذي يملك صالوناً للحلاقة بدا هذه المرة متدمراً شاكياً مما يصفها ملاحقات من قبل مجهولين تحت مسمى تحصيل الضرائب. احنا كأصحاب محلات يعني نوجه شكوى إلى مدير الضرائب وإلى كل المعنيين تمام يعني من المتنفذين والعسكر المتهبشين ويعني رفع الأسعار حق الضرائب. لم يكن باسم وحده من يضايقه متنفذون ومسلحون في مصدر رزقه، فالكثير من العاملين في مهن مختلفة يشكون الابتزاز وجملة الملاحقات والتهديدات، مما يؤثر على أعمالهم ويتسبب في إغلاق محلاتهم التي يقولون إنها متواضعة، ويطالبون بمراعاة وضع المدينة التي تعاني الحرب والحصار. كل يوم يعني خصيصا من الساعة 10 ومطلع كل يوم هم يقولوا لنا الوقت هذا وأنا قفل وهرب اللي نحصله ندي لهم إجراء عسكري. يجي واحد مندوب يقول لك أنا شوف حلك فحص ودي لي حق مصروف حق العساكر ويطلعوا مجهولين لا نعرفهم أطلع عليهم شكوى ولا هم ضرائب ولا هم شيء. مسؤول مكتب الضرائب في تعز من جانبهم أكدوا أن آلية التحصيل الضريبي في تعز وعموم اليمن لا تختلف عن أي آلية في العالم، مشيرين إلى أن عملهم يتم وفق التشريع ولا يتم النزول إلا عند تخلف المكلف نفسه عن السداد، ويقرون في ذات الوقت حدوث أخطاء سببها اعتماد المكتب على متعاونين في التحصيل في ظل نزوح كثير من الموظفين الأساسيين. المتعاون هذا ما عنده الخلفية عن الضرائب فيحدث بعض التصرفات الشاذة، لكن إذا بلغنا بذلك كل حاجة إحنا نعمل على إيقافه أو إخراجه من مكتب الضرائب بالخالص. ورغم هذا الجدل فإن مكتب ضرائب تعز يتحدث عن إنجازات رغم الحرب على المحافظة،
أهمها تحقيقه إيرادات قاربت 10 مليار ريال في العام الماضي، بفارق 2 مليار عن إيرادات ما قبل الحرب على تعز العام 2014، مشيرين إلى صعوبات تعترض رفع الإيرادات، أهمها وقوع المجمعات الصناعية في مناطق سيطرة الحوثيين وحرمان تعز من حصتها الضريبية في الموانئ البرية والبحرية والجوية. ولمناقشة موضوع الضرائب في تعز التحصيل والعائد والتوريد، نرحب معنا بالأستاذ محمد السبئي، مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة. أهلا بك أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. أولا نرحب بطاقم قناة بلقيس، ويسعدنا الإجابة والإيضاح بكل شفافية على أسئلتكم واستفساراتكم. قد يبدو الحديث عن موضوع الضرائب في وضع حرب ليس بتلك الأهمية، لكن بما أننا نتحدث عن مدينة تعز المحررة، خصوصا مع عودة الحياة إلى معظم مؤسسات الدولة بما فيها مكتب الضرائب، لو تطلعنا في البداية عن آلية التحصيل التي تتم في الضرائب تعز، وهل تجري هذه العملية وفق الإجراءات القانونية والضوابط الناظمة لهذا العمل؟ الضرائب، نعم، كل المؤسسات دمرت تدمير شامل نتيجة الاجتياح الحوثي والانقلابيين طبعا للمدينة خلال من عام 2015 وما بعدها. بدأت تطبيع الحياة بداية عام 2017، وكانت الأمور تمشي بالتدريج طبعا، دمرت تدمير شامل بعض المؤسسات ودمرت جزئيا بعض المؤسسات الأخرى، وبفضل التعاون يعني كل منظومة العمل المدني والعسكري تم الوصول إلى هذه إلى ما ترونه يعني من تطبيع الحياة وإعادة الروح إلى مدينة تعز. والحمد لله هناك تطور من 2017 إلى 2018 إلى 2019، هناك تطور كبير في الموارد. بالنسبة لتحصيل الموارد، نعم، تتم وفق الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لكل عمل على حدة. نعم، لكن هناك بعض شكاوى من قيام نافذين ليس لهم علاقة أو اختصاص باستلام الضرائب من المحلات التجارية أو الأسواق أو حتى المنافذ. أولاً نود التأكد من صحة ذلك، وكيف تتعاملون في حال تم هذا الموضوع؟ كيف تواجهون هذا الأمر الذي يعتبر تعدي على عمل مكتب الضرائب؟ كان بداية تطبيع الحياة وبداية افتتاح مكتب الضرائب، يعني كان هناك بعض المجموعات تقوم بتحصيل مبالغ تحت مسمى الضرائب زوراً وبهتان، وليس للضرائب أي علاقة فيها، لكن تم الحد بالتعاون مع الأخ محافظ المحافظة وقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، تم الحد إلى شكل كبير، يعني بشكل كبير من هذه الظاهرة. كيف تم الحد منها؟ الإجراءات التي تم اتخاذها؟ مكتب الضرائب قام بالتخاطب مع الجهات الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية بأن هناك من ينتحل شخصية الضرائب ويقيم نقاط على المداخل، على مداخل المدن أو في الطرقات أو في الأسواق، وما هو بالأسواق ليس للضرائب أي علاقة. هناك رسوم يتم جبايتها من قبل صندوق التحسين، ومن قبل النقل، مكتب النقل، ومن قبل الأشغال العامة والطرق. لأن هناك تداخل أو عدم يعني خلط ما بين المصطلحين. في خلط لدى العامة بين مصطلح الضرائب التي تنشأ بموجب قوانين عامة وبين الرسوم التي تحصل للصالح المحلي التي تنشأ بموجب قرارات إما من السلطات المحلية بالمحافظة أو من الأخ رئيس الوزراء أو الوزراء، فهناك خلط يعني. هذا من جانب. الجانب الآخر، نحن نتحصل ضرائبنا في المداخل. بالنسبة لضرائب القات، طبعا ضرائب القات تحصل في مداخل المدن وليس وسط الأسواق. وسط الأسواق ما يتم تحصيله هو متعلق بمكتب التحسين وصندوق التحسين والأشغال العامة والنقل. بالنظر إلى أن الضرائب من الأوعية الإيرادية المهمة، هل لنا أن نعرف إجمالي عائدات الضرائب في تعز وإلى أين يتم توريدها؟ نعم، تم تحقيق نتائج طيبة خلال عام 2019، تم تحصيل وتوريد للبنك المركزي طبعا مبلغ قدره 9,999,831,558 ريال و13 فلس خلال عام 2019 المنصرم، يعني مقارنة بما سبق من العام السابق 2018 الذي تم توريد فيه 3,331,655,000
و0.96 ريال و66 فلس، أي بفارق زيادة قدرها 6,668,000,000 و176,461 ريال و47 فلس، ما نسبته 200% زيادة عن العام الماضي. هناك زيادة في النسب، لكن ما تأثير الحرب والحصار على عائدات الضرائب، خصوصا وأن الجميع يعلم أن معظم المنشآت الصناعية تقع في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية؟ نعم، أود الإشارة هنا بشيء من التفصيل، يعني المختصر وليس الممل. أود الإشارة إلى أن الملحوظ خلال سنة، يعني من سنة إلى أخرى، رفع مستوى التحصيل الضريبي يسير بشكل متطور. كان هنا عام 2017 كانت 85,785,572 ريال، ثم تطورت بعدها إلى 3,300,000,000، ثم إلى 10 مليار عام 2019. وأود الإشارة كذلك لأننا تحصلنا ما نسبته 88% من حصيلة عام 2014 التي كانت تتعدى 11,307,000,000. بلغة الأرقام هذه، هل يمكن المقارنة بين عائدات العام ما قبل الحرب وإيرادات اليوم؟ 14,11,300,000,000. لا، الفارق مليار بين عام 2019 و2014، رغم أن هناك نسب، يعني 35% تقع تحت سيطرة الإنقلابيين، و20% مغلق ومدمر تماما، و15% يقع تحت خط النار، لا زال تحت خط النار مستمر حتى الآن. رغم ذلك حققنا بجهد استثنائي الرقم الذي قرأناه. أيضا في ظل هذا الإنجازات التي تتحدث عنها في مكتب الضرائب، ما أبرز الصعوبات التي تعترض عملكم، وما هي الطموحات التي أو الخطط التي تعملون عليها في الفترة القادمة؟ نعم، هناك صعوبات وهناك معوقات كثيرة، خصوصا وأن الحرب يعني دمرت كل شيء. يعني بالنسبة لمكتب الضرائب تم تدميره شبه كلي خلال عام 2015، وتم حرقه ونهب كل محتويات المكتب، لم يبقى حتى وثيقة واحدة. بدأنا العمل ولازلنا في إطار 39% من القوى العاملة التي كانت تعمل في المكتب خلال عام 2014. عملنا على إعادة ترميم المكتب بالتعاون مع السلطة المحلية، والحمد لله كما ترون يعني عاد جزء، يعني عاد المكتب بشكل طبيعي، إلا أن هناك لا زالت صعوبات، هناك نقص في الأثاث، هناك نقص في الأدوات، هناك نقص في آلة التصوير، في أجهزة الحاسوب الآلي، بحيث أنه يسير العمل وفقا لما هو مؤمل ومخطط له. هذا جانب. الجانب الآخر، عملنا على افتتاح المناطق الأولى والثانية والثالثة والرابعة داخل المدينة، وفرع التربة وفرع المخا، عملنا على تفعيل العمل وإعادة الحياة، يعني إعادة الأمور بشكل شبه كلي. نستطيع أن نقول أن المناطق المحررة هي تعملون فيها بشكل كامل؟ تقع في 30% من النشاط التجاري على مستوى تعز لما كان عليه عام 2014. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا كانت عكست لمكتب ضرائب تعز ما يتم تحصيلها من مبالغ في الموانئ البرية والبحرية والجوية، لكان تضاعفت إيرادات مكتب الضرائب على هذا الرقم عام 2019، لكن للأسف تحصل ولا تورد لصالح المكتب، تورد لصالح محافظات أخرى. وتم التخاطب قبل الجهات المركزية، وتم التخاطب بهذا الشأن، نحن السلطة المحلية مع يعني مع السلطة المركزية لتصحيح هذا الوضع إن شاء الله. هل هناك تدخل بين عملكم وعمل مكاتب في السلطة المحلية مثل مكاتب المديريات، وكيف تتعاملون مع هذا التدخل أو التجاوز؟ لا يوجد أي، نحن مكتب الضرائب مكتب مركزي ومنظم بموجب قوانين أعماله، بموجب قوانين. هناك ربط أو اشتراك في يعني في سلطة رقابية للسلطة المحلية على مكتب الضرائب بحدود قانون السلطة المحلية، وعملنا ينظم بموجب قوانين، وليس لنا ولا يوجد أي تداخل بيننا وبين أي مديرية من المديريات. الأستاذ محمد السبئي، مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة تعز، شكرا جزيلا ضيفنا في هذه الفقرة. مرحبا بكم من جديد. تشتهر منطقة الحجرية بالعديد من الحمامات ذات المياه الكبريتية الحارة، ويعتبر وادي عرفات الواقع بمنطقة المشاولة العليا واحدا من هذه الحمامات التي أضحت اليوم مزارا للسياحة العلاجية. نتابع. في ظل أجواء باردة نسبيا،
وفي وقت كانت السماء فيه ملبدة بالغيوم. واصلنا المسار في رحلة مقصدها مناطق الحجرية إلى الجنوب من مدينة تعز. ولما استقر بنا المطاف على تخوم وادي البركان لفت انتباهنا مكان فيه يصطاف الناس ويغتسلون. تبين لنا فيما بعد أنه نبع ماء حار في وادي عرفات الواقع بمنطقة المشاولة العليا بين مديريتي الشمايتين والمعافر، ويقصده الناس من مناطق تعز المختلفة وبعض المحافظات المجاورة بغرض الاستشفاء وعلاج أمراض المفاصل وبعض الأسقام. نادينا احنا والله أصدقاء في الأسبوع مرة لمنا منطقة سياحية وخبرة ونزور البير هذه والماء كبريتي منفوع ونتغسل به. حمام الشفاء الذي تعد مياه نبعه من تلك الغنية بالمواد الكبريتية يقبل الناس عليه طيلة أيام الأسبوع، غير أن الزيارات تزداد في أيام العطل الرسمية مثل يوم الجمعة. يقوم مناطق عديدة، يقوم مناطق من تعز، من يقوم من التربة، ويقوم في ناس من خارج المحافظة. الحمام الذي يتصل بوادي البركان الشهير، وإن كان مقصداً في الأساس للراغبين في الاستشفاء بالمياه الكبريتية الحارة، إلا أن البعض يرتاده بغرض الراحة والاستجمام في ظلال وادي البركان الذي يكتسب شهرته من كونه أرض لأجود أنواع أشجار المانجو، ليس في تعز وحسب إنما في عموم اليمن. في مثل هذا التوقيت تكون الأجواء باردة نسبياً في تعز، لذا يعتبر الكثير من أبناء مناطق الحجرية هذه الأجواء مناسبة للاغتسال في مياه نبع الشفاء التي تكون حارة بطبيعتها، ولديهم أقوال في نفعيتها أيضاً. واجي هناك أتحمم بالمياه البخارية، هذه منطقة سياحية بالمنجا وكمان بالأجواء هذه الأيام باردة، ناقين أتحمم هنا عشان ندفى والماء عبارة هو عن علاج كبريتي. ينبع الماء من وسط حوض فيه أنبوب بقطر كبير، يقول القائمون عليه إنه أصل النبع، حيث تبدو للناظر فقاعات وهي تخرج من بين مياه الحوض، وعبر فتحتين إلى ثلاث تصب مياه النبع إلى حوض لتجميع المياه، هو عبارة عن المغتسل الذي يقضي فيه مرتاد الحمام بضعاً من الوقت. أنا أجي أسبوعين، أنا الحمام هذا كان ربنا توقعنا مرة، الآن خف قليل بس مع البرد توقعنا وبسطل يوم الثاني الحمام. بحسب بعض السكان تم حفر البئر قبل 11 سنة كمشروع مياه للشرب، غير أن نبع الماء الحار جعل منها مزاراً للاستشفاء، وتنصب بعض الأسر خيامها لأسابيع حيث تغتسل بمياه هذا النبع في اليوم أكثر من مرة. في ناس يقولوا خيموا يقصوا من 7 أيام، في ناس يقصوا من في حد الآن، في ناس عادهم جالسين بالمخيم. ولأن وقوع النبع الحار على جانب الطريق الرئيس، فإن سائق الشاحنات وعابر السبيل يجدونها فرصة للاستحمام وتجديد النشاط مع المسافات الطويلة. أنا سايق بالخط هذا واصل، ونقزع نتغسل بالحمام هذا على أساس أنه يفيد للأعصاب والركاب وكذا. الحمام لم يحظى على ما يبدو بأي اهتمام، فهو بحاجة إلى عمل أحواض لتجميع المياه على هيئة مسابح، إضافة إلى تخصيص غرف للعوائل وإنشاء ملحقات كدورات للمياه وحمامات للاغتسال ومطاعم واستراحات. لازم من أصحاب المنطقة هذه أو أصحاب فاعلين الخير أن يعملوا قسم للنساء وقسم للرجال، والمي هذا مفيد، في ناس يستخدمونه زي علاج. على الرغم من أن مياه حمام الشفاء كبريتية حارة، إلا أن المزارع المجاورة تستفيد من مياه هذا النبع،
بحكم أن مكون الكبريت في المياه ليست بنسب كبيرة، وحين تصل مياه النبع إلى المزرعة تكون قد بردت، ما يزيل أي تأثير محتمل لهذه المياه على النباتات التي تسقى بها. تلجأ الكثير من نساء تعز إلى التدبير المنزلي لتوفير حاجياتها وإعالة أسرتها، وتمكنت بشرى محمد فرحان من العمل في صناعة الصابون وإنتاج أقراص لأنواع مختلفة تعرضها للبيع، وتعتاش أسرتها المكونة من 7 أفراد من المردود البسيط لهذه الصوابين. ما أصبرها على النار وقد امتدت حرارة اللهب لتحرق أصابعها لولا الحاجة التي أجبرتها على العمل داخل المنزل لإعالة نفسها وأسرتها المكونة من 7 من الذكور والإناث. أنا أرملة وصرف على جهالي بلا، وما فيش معي حد يصرف عليهم، وأنا الآن أشتغل وصرف على الجهال. في هذا المطبخ تحضر بشرى محمد فرحان المواد الأولية لصناعة الصابون، وهي الصناعة التي تستغرق 2 وصولاً للحصول على أقراص جامدة وصلبة من هذا المنتج التقليدي. هلا صلى الكركم ل 15 دقيقة ورجع أصبه أشنه ورجع أشل الزيوت حقه وأعملهن بماء ساخن وثورهن لمدة ربع ساعة أو نص ساعة، وارجع أصب المستخلص حقه لداخله وأخبطه وارجع أخله يشعل شوية ينقح وارجع أسكبه للقوالب. ما تصبه بشرى للقوالب هو عبارة عن مكعبات الصوابين الجاهزة بعد تبريدها، غير أن هذه القوالب متعددة طبقاً للمواد الأولية التي تحدد في النهاية شكل واستخدام الصابون. بالكركم، بلبن الذكر، بالقهوة، بالزيت، بالبقدونس، أنا معي مواد كثير يعني. من كل نوع. هذه الصوابين تتعدد استخداماتها وفقاً للتركيبة التي تم تحضير القرص منها. يفيد البشرة وحب الشباب وتقشير والكلاف وكل يعني حاجة اللون. تشارك بشرى في المعارض والبازارات بمنتوجاتها من الصوابين، وتقول إنها تحقق مبيعات لا بأس بها، وأن هناك إقبال على هذه الصوابين من الجنسين. أسوقني قبل المحلات، يبتعوا للمحلات للمدارس. عجبتني وشرحت لي كيف إنه ما في بش أي يعني أضرار، زي يعني بيصحينا نشتري صابون يعني يأثر علينا على البشرة، بس هذا طبيعي ما يأثرش. وكمان حاجات حلوة إن كل شيء نسويه بالبيت حاجة طبيعية، أحسن اللي نشتروه من البقالة تجي أحيانا يأثر على البشرة، في ناس عندهم تحسس من الحاجة الكيماوية اللي يسوونها بالصابون. تتحدث بشرى عن كفاحها في إعالة الأسرة ومسيرتها في صناعة الصابون، التي تقول أنها بدأت من خلال دورة تدريبية في أحد المؤسسات المحلية، وتقول إن أكثر شيء يصعب عملها هو قلة ذات اليد في توفير المواد الأولية لصناعة الصابون. هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، حتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.